السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في هذا الفيديو الجميل والجديد. ناركم مبروك الناس الكل. الفيديو هذا بصراحة باش يفيد برشا عباد، برشا شباب وبرشا برشا عباد، برشا توانسة، ممكن برشا مش حتى توانسة، برك برشا أشقاء زادة من دول شقيق وصديقة، باش يفيدهم. ويشهد الله اني نحكي من قلبي واني جامي نخدع واحد من الاخر. برشا ناس او العديد من الاشخاص يطمحون للخروج الى اوروبا، فطبعا وقت اللي ما تتوفرلوش الموايا باش يخرج، كما نقولوا احنا سواء بعرس والا بكونترا دو ترافاي ولا كذا، وكل يلتجئ باش يخرج عن طريق الرحلات الغير شرعيه، استغفر الله، ولا القوارب الموت اللي نسميوها هذه، غير محمد رسول الله. راو باختصار شديد وكلمه نقولها ويشهد عليها الله فيها في الدنيا وفي الآخرة، وأنه أي واحد باش يحرق راهو يا خويا ربي وصلك بالسالم، ولكن برجولية فكرة، وأنه الأوروب اللي يخرج دوبا يخرج يبدا يلقط في الفلوس وفلوس بالشرشارة وكل، يا حسرة برجولية يا حسرة، وخاصة إلى خارج إيطاليا، وخاصة إذا كان من إيطاليا باش تخرج لفرنسا، وإذا كان ماشي في بالك من فرنسا باش تطلق لألمانيا، ما يخدمك حد، ما يخدمك حد. هما فما برشا ألمان، ألمان هنا، ألمان في ألمانيا ما يخدموش، ما عندهمش خدم ويسكنوا في الكياس، فبرجولية معناتها نحسبوها يدي برجولية، برجولية برجولية. مهما شتعيش حياة قاسية في تونس، مهما شتكون مستواك المعيشي ضعيف في تونس، راهو اذا كان باش تخرج بطريقه نتاع حارق وكذا، راهو وراس خويا وراس خويا وراس خويا الغالي، يفضل لك لميمه، يفضل لك العزيز الغالي يا صاحبي يا غول، والله العظيم راك باش تتعب برشا، راك باش تتعب برشا 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 برشا، وماكش باش توصل اللي تحب عليه. ذا نحكي لك بالحلال، نحكيو بالحلال، راه ماكش باش توصل اللي تحب عليه، نحكيو بالحرام، راه تبدلت، راه تبدلت اوروبا والغبرة والبيضة والكذا والامور هذيك، تبدلت 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 برشا، تبدلت برشا. يا حسرة كلي تلقى مافيا، هذا يحطوه لحام، هذا يحطوه كذا، هذا تحته سبعة من الناس، ما عادش زاده، والله ما عادش، والله ما عادش. إلا عندك خيوط في الطليان وكذا ويحكيوا لك، وفرنسا والمانيا وبلجيكا وهولندا وكذا، يا صاحبي سلعه تدخل بالترانت يا صاحبي، في الكيوسك يبيعوا فيها الزطله هنا، في الكيوسك تمشي الكيوسك تقول له يمد لك حكه، تقول حكه نفه هذيك فيها نتاع ما نعرفش انا 8 جرامات ولا هك نتاع سيجار ولا زوز، تكت بامبيهم الى كلف ولا كارجع غدوه. في هولندا يتكيفوا فيها في القهوة، تمشي القهوة عوض اللي يشتبط شيشة تقول له معلم بلاي اكسبريس واربعة جوانة تاكل، اش تعمل طرح انت وجماعة، فهمتني؟ قعدت في فرنسا، في فرنسا صاحبي باش تاكل الخبز انت مع الاخوة الافريكا وكذا، يقتلوك يا معلم، يقتلوك في نهارين، تتنيك دغرة باهية تمشي زيزي هكاك عليه. في الطليان، في الطليان يا صاحبي، المغرب العربي ثميك مزرس، معناتها جاي انت جديد على الدومان باش تاكل العصا، باش ترسلك في بونا بيت و شو يصير فيك، ما يصير، باش تتعب وتتعب والديك وماك باش تعمل حد شيء، والله لا يقدر على خويا تزيد تمرض ولا كذا، وتتبلاه تتبلاه بالهم صاحبي، والله بالهم، الله لا يورينا صاحبي، تنجم تتبلاه تولي تدز روحك تزرق وكذا، ويزيد تكمل تركب لك، الله لا يورينا مرض صاحبي ولا كذا ولا اوفر دوز تمشي فيها.
برجولية باختصار مفيد نعطيكم الحل. والله الذي لا إله إلا هو هاني على أربع جل يا غاليين قسما بالله عليه نقول لكم غاليين افهموها من عندي يا ودي. راهو شوف شوف سيدنا محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال لك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وانت بالسيف من عليه خويا واختي عليه ما تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خويا واختي، إنما المؤمنون أخو فأصلحوا بين أخويكم. هاني نحكي معكم بمنطق والله حب خاطر حرام علي. هاني قلتك لا يؤمن أحدكم، مانيش مؤمن إذا كان ما نحب لك شيء اللي نحب روحي، نحب روحي الخير لازم نحب لك الخير. شوف هاني مش باش نغر بك والله العظيم، تخرج خرجة نظيفة لا تخسر 3 ملايين لا 4 ملايين لا 10 ملايين لا كذا وما تخسرش حياتك واخرج نظيف. كيف نخرج نظيفة تقول لي يا سيدي فاش تفلم انت؟ والله العظيم بالفيسبوك ولا الانستغرام الوقت اللي تلوش فيه في لحمة وفي كذا واحد وكل وتلم في تفتوفة وكل برا صاحبي تليفون مزيان ومشي كونكتي في الانستغرام. والله العظيم افهمني افهمني عايش في الانستغرام ولا في الفيسبوك تمشي لك الموتور دو ريشيرش هذيك وينش تلوج امي ريشيرش ريشيرش امي حتى منين تحب تلوج انت لامي يا ذمة فهمتني، وحتى اللاج وحط المدينة اللي تحب تلوش فيها وريق الأمورك صح وريق الأمور عوم بحرك. تحب خرجة سهلة برشا تحب تطيح ليه ليه وكذا برا كاتيجوري متاع عمرك اللي 40 45 50 فهمت، الحم خرجة ومن بعد أخويا تصرف اخرج نظيف اخرج يودي اخرج بمرياش اخرج بمرياش باش تدبر فهمت تدبر كارت سيجور تدبر بعديك تدبر الواحد نتاعك دبر الكونترا دو ترافاي وكذا وكل بعد في لمن وبايا اللي قلبك كازي معايا ما خير تخرج نظيفه صاحبي بالطياره امورك هانية. واذا كان يزيد ينوب عليك ربي تطيح في كعبه معطه وكذا برجولية فيسبوك ولا انستغرام والله العظيم اقسم بالله هذه حكايه نتاع احرق وما احرق والله لا فيها اني انا تصاحبي اني انا مورق انا مورق انا عندي 10 سنين مورق ومريقل وكذا والحمد لله ونخدم على روحي وخدمه باهيه ويا ربي لك الحمد والشكر والمراه كيف كيف مريقله واحد والمانيه. اما صاحبي كيف نخدم في الصباح نقوم من 5 متاع الصباح شنو يا صاحبي راه ما تجيكش هذه هديه معك هاي معلم انت والله زرتنا بارك الله فيك خوذ وقريت لغه وعملت كيفالونس للدبلوم نتاعي وعاودت البيرمي وزدت قريت وعملت كالكورة ذاك متاع القانون وكذا باش اخذت الجنسية و و وقراية كلبة. انا ثلاثة سنين قاسما بالله قبل ما نعمل البرميل الماني ثلاثة سنين قاسما بالله كل يوم بالبسكلة نمشي للخدمة والله نمشي للخدمة ثلاثة سنين بالبسكلة. قداش بعيدة 9 كيلومتر تعملها انت في تونس ولا حتى في زحل 9 كيلومتر تمشي بالبسكلة كل يوم امطر ثلج هواء برد ليل نهار ظلمة مش ظلمة اعصار ساعات الهواء كي ينفخ عليا يخرجني من الكياس. هذه راهي والله مش سهلة مش سهلة جملة قاسما بالله ما تخرجش حارق ننصحك ننصحك فهمتني برا الحما صاحبي فيسبوك وانستغرام وربي يسهل على الناس الكل. Peace and love. Bye bye, Ishaq.